ويليام هيكس. ويليام هيكس ده من القادة الجنرالات الإنجليز المعدودين في الخبرة في حروب البلقان وحروب جنوب إفريقيا، فجايبينه علشان ده بقى ايه اللي هيأدب المهدي. ده اللي هيظبطهم من الاخر، ده اللي هيقضي عليهم. هيأدبهم يعني. فدخل ويليام هيكس وراح دخل على ايه، على سواكن، وهينطلق بقى على ايه عشان يأدب عثمان، قوات عثمان دقنة. فطبعا وراح يأدب على مين، على ثورة المهدي. فطبعا عثمان دقنة طبعا كان في بحاصر مدينة توكر، فهو راح ينقذ ايه مدينة توكر بهيكس ده. هما ليهم نظام بريطاني اللي هو اسمه المربع الاستراتيجي. مربع الاستراتيجي لم تستطع دولة في العالم هذه بريطانيا. والفرنسيين ما قدروش عليه، الفرنسيين ولا البرتغاليين قدروا على بريطانيا في هذه الطريقة، طريقة قتالية مفردين بها، مش سنة ولا اثنين ولا عشرات السنين، قرون، عدة قرون. ده اللي خلى أحد شعرائهم في الإنجليز إن هو يتكلم عنه في شعر كبير، هو صحيح عادي يقول له أنت الأسود. أيوة. الأعش ويزي ويزي الأصل. يعني قاعد يتكلم عنه بشكل سيء جدا، ولكن قال له إيه في الآخر، أقدم لك التحية لأنك يعني اخترقت المربع الأوروبي، ولولا أنك قتلت منا أناسا لكنت حييت كما حييت. يعني هو عمال إيه يشكر فيه. فطبعا لما طبعا دخل على إيه عليه، طبعا خبره العسكريه بقى كانت موجوده زي ما قلنا، عشان ليش هو شبيه عمر المختار، لان كان عنده مع تقواه ودينه عنده خبره عسكريه غير عاديه. فلما شاف ان المربع الاستراتيجي ده قوي جدا في حاله السكون، وبيبقى في منطقه فاضيه بيبقى مربع ومدرعين المربع كله وبيقتلوا هم ثابتين، صعب يخترق. فهو لما لقي هم بيتحركوا بيحصل فيه خلل، قال لا طب ما انا احركهم، انا خليهم ليه ساكتين. فبدا هو يهاجمهم ويستدرجهم، لجات لما استدرجهم ودخلوا في 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 غابه فابادهم 2500 جندي. على راسهم بيكر طبعا، للاسف 2500 جندي معظمهم من المصريين. طيب ده اللي خلى اللورد بقى فيتس موريز يقول عنه ايه، قال يعني ده يعني ده من كتر صدمته افتكر فرعون. ده في مجلس اللوردات في 1883 قال لم أعلم أن جيشا أبيد إلا كما أبيد فرعون في 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 بحر مصر. ما عرفش حد أبيد إلا الجيش ده وجيش فرعون. تخيل هو بتطابق مع ايه، مع فرعون اللي اغرق في البحر، في البحر. والجيش كله خلاص وطلعت جثته عشان بس الناس يعني تبقى عبره وعظه، وجيش بيكر، بجيش بيكر بس. فطبعا طلع بيكر طبعا وراح ايه، راح هرب على سواكن واستكن بيها سواكن، قال له ايه ارجع على ايه، على بريطانيا مش عايزينك انت كده ايه بتخزل الجيوش. واستمرت بقى ايه هو بقى ايه القتال ما بين البريطانيين والمهدي، وهو قاطع خطوط الامداد بالكامل من عند شرق البحر الاحمر. فطبعا جاي مفيش دعم بيجي، بدات المعارك بقى ايه تكون في نصيب وانتصارات المهدي، وطبعا بعونه الامير عثمان دقنة في هذا المعركة. تمام طيب.